بابا احنا راح ناخذ موضوع الفاينانس ستيت مشين بهاي المحاضره والمحاضرات الجايه. راح نوضح مواضيع جدا مهمه بالنسبه لطلبه الصف الرابع. اول شيء يريد نوضحه هو عندنا السيكوينشال سيركت موديل. السيكوينشال سيركت موديل هو الصراحة عبارة عن كومبينيشن لوجيك وعندي هنا ميموري. هنا راح نشوف انه عندنا فد شيء يسمونه اكس انبوت اللي هي اكس 1 اكس 2 الى اكس ان، وعندي اوتبوت راح نسميه زد 1 زد 2 الى زد ان حسب الزد. وعندي هنا فيدباك يرجع عندي عندنا منه نسميه مثلا الواي ار الواي 1 الى الواي ار، وهاي اكو مجموعه واي، ومننا ايضا الواي ار سمول ذاك الواي ار كابتر، وهنا الواي 1 الى الواي ار كابتر سمول. فهنا راح نشوف انه السيكوينشال لوجيك سيركت تتكون عن كومبينيشنال لوجيك سيركت وميموري. بصراحه احنا ماخذين سابقا على السيكوينشال اللي هو الكاونتر. الكاونتر اللي شفونه سابقا بابا هو عباره عن فليب فلوب و شو اسمه لوجيك سيركت اللي هي الاند والاور جيت والناند جيت اللي كنا نضيفها للدائره. على سبيل المثال احنا سابقا بالكاونتر اخذناه فرضا عند كاونتر يعد بهذا الطريق 0 1 3 مثلا 5 0، فهذا ستيت دايجرام. هذا هو جزء من موضوع السيكوينشال سيركت. احنا هسه راح نتعلم موضوع انه لو كان عندي كنترول انبوت، يعني كنترول يسيطر على هذا الستيت دايجرام، عندي كنترول يسيطر على الستيت دايجرام وايضا يسيطر على اليمين على الاوتبوت. اذا الانبوت يؤثر على الاوتبوت راح نسميه مثلا ميلي، اما اذا الستيت الاوتبوت مالتها ثابت ما يتغير راح نسميه مور، وهاي راح نوضحها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه. يعني هسه على سبيل المثال انا عندي هذا الستيت، عندي هاي اي وعندي هنا بي وعندي هنا سي. يعني هذا هسه اذا تشوفون الجراف اللي امامكم، يعني اذا تشوفون هذا الجراف اللي امامكم هذا ايضا هو عباره عن ستيت دايجرام. هذا الستيت دايجرام ايش بيه؟ جاي نشوفون بابا عندنا احنا الاي هنا بيها تو كنترول، بيها تو انبوت، معطول اي وحده فبيها تو انبوت، اما الانبوت يكون 0 او الانبوت يكون 1. فاحنا جاي نشوف هنا هاي الاي، هاي الاي اللي تشوفوها قدامكم، هاي الاي راح اعيد رسمها هنا، هاي الاي من يكون الانبوت مالتها 0 جاي تروح وين؟ تروح للبي، من الانبوت مالتها 0 تروح للبي، يعني من الانبوت مالتها 0 انتقلت وين؟ انتقلت للبي، والاوتبوت مالتها ايش قد؟ الاوتبوت مالتها 1، يعني هذا الانبوت وهذا الاوتبوت. زين اذا كان الانبوت مالتها 1 شوف هنا تنتقل وين؟ تنتقل للسي، يعني الانبوت مالتها 1 انتقلت للسي والاوتبوت مالتها 0. زين اذا اجينا على البي، البي ايضا بها انبوت بها انبوت 0 او انبوت 1، نشوف ان الانبوت 0 مال البي يبقى بالبي والاوتبوت 0. زين اذا جاني الانبوت 1
راح نشوف البي راح ترجع للاي والاوتبوت واحد. زين السي ايضا نشوف بها انبوتين اما زيرو او وان. بالزيرو راح نشوفها ترجع للاي والاوتبوت زيرو، بالواحد راح تبقى بالاي والاوتبوت زيرو. اعتقد هسه هذا واضح. هذا هو احنا نسميه الستيت دايجرام. اذا نريد نرسم الستيت تيبل مال هذا الستيت دايجرام شلون نرسمه؟ الستيت تيبل هو عباره عن احنا نقول هنا عندنا هاي البريزنت بريزنت ستيت، وعندي هنا الانبوت اكس. الانبوت اكس قلنا الاكس عندنا حالتين، اما قيمته 0 او قيمته 1. وكم ستيت عندي هنا؟ عندي ثلاث ستيتات، ستيت A، ستيت B، وستيت C. زين، هسه أني إذا كنت بالA، إذا كنت أني بالA، كنت بالA، والإنبوت مالتي 0، إيش راح يصير؟ أجي هذا الA، الإنبوت 0 راح أروح للB، والأوتبوت إيش قد؟ الأوتبوت 1، فراح أروح للB والأوتبوت 1. زين هسه هنا اني اذا اكس 1 الانبوت مالته، زين من الاكس 1 اني بالاي والاكس 1 هذا 1، فراح اروح للسي والاوتبوت 0، فهذا راح يروح للسي والاوتبوت 0. زين هسه اني بالبي، اذا اني بالبي والانبوت 0 فراح ابقى بالبي والاوتبوت 0. جاي تشوفون هذا الانبوت وهذا الاوتبوت، هذا اكس وهذا زد. طلاب لازم تعرفون يا الانبوت ويا هذا اكس هذا زد، هذا اكس هذا زد، هذا اكس هذا زد، هذا اكس هذا زد. فدائما اللي على اليسار هو الانبوت وعلى اليمين هو الاوتبوت. زين هسه انا بالبي والانبوت 1، انا بالبي والانبوت 1 راح يرجعني للاي والاوتبوت 1، راح يرجع للاي والاوتبوت 1. زين هسه اني بالسي والانبوت 0، راح يرجعني للاي والاوتبوت 0، راح يرجعني للاي والاوتبوت 0، وبالواحد راح يبقى بالسي والاوتبوت 0، راح يبقى بالسي والاوتبوت 0. هذا الستيت اللي طلعته اني هذا يسمونه الستيت تيبل، وهذا يسمونه الستيت دايجرام. واضح؟ هسه أنا وضحت لكم شنو الستيت تيبل وشنو الستيت دايجرام. هذا الستيت دايجرام هو مطيني اياه، مو أنا مطلعه، أنا بالمحاضرة الجاية إن شاء الله راح نتعلم إحنا شلون نسوي ديزاين للستيت دايجرام وشلون نصنع السيركت. زين، على سبيل المثال هو مطيني إكس. اكس هي قيمتها 0 1 1 0 1 0، ويريد من عندي اطلع التايمنج، يريد من عندي استخراج الاوتبوت ريسبونس والتايمنج سيركت او الاوتبوت ريسبونس. شلون انا اطلع الاوتبوت ريسبونس وعندي الانيشال انبوت هي اي، هو بادي بالاي. زين هنا ايش راح اسوي اني؟ زين هنا ايش قد الانبوت المعطيني اياه؟ معطيني 0 1 1 0 1 0. كم كلوك؟ هذا كلوك 2 3 4 5 6 كلوكات هو معطيني. بس احنا عادة من نبدا بالتايم نبدا بتايم 0، راح نقول التايم 0 1 2 3 4 5 ذني 6 ذني نفسه. زين هنا هو معطيني اكس. الاكس المعطيني اياها شنو؟ هنا الاكس هي قيمتها 0 1 1 0 1 0 0. انا عندي البريزنت ستيت مالتي هي ايش قد؟ البريزنت ستيت هي منو؟ هو بمن بادي؟ بادي بالاي. وعندي هنا الاوتبوت، وعندي النيكست ستيت اللي راح يروح لها.
هسه أنا بالأي وعندي زيرو، أنا بالأي وعندي زيرو، فمن أجل التيبل أو من الستيت دايجرام من الاثنين أقدر أطلعهم. أنا للسهولة هسه راح أطلعهم من التيبل لأن هو التيبل قدامي جاهز. أنا بالأي والإنبوت زيرو، فالنكس ستيت هي بي والأوتبوت واحد، فالنكس ستيت هي بي والأوتبوت واحد. هسه صارت منو؟ صارت بي هي البريزنت ستيت. زين هسه انا صرت بالبي، هسه اني بالبي والانبوت واحد، بالبي والانبوت واحد راح يرجعني للاي والاوتبوت واحد، فاروح للاي والاوتبوت واحد. هسه اني هنا انا اي، هسه اني بالاي والانبوت واحد، اي والانبوت واحد راح يروح للسي والاوتبوت زيرو، يروح للسي والاوتبوت زيرو. هسه اني بالسي، هسه اني بالسي. زين اني بالسي والانبوت زيرو، بالسي والانبوت زيرو راح يرجعني للاي والاوتبوت زيرو، راح اروح للاي والاوتبوت زيرو. هسه انا وين صرت؟ صرت بالاي والاوتبوت والانبوت واحد، فبالاي والانبوت واحد راح يروح يديني للسي والاوتبوت زيرو. هسه انا بالسي والانبوت زيرو، وين راح يوديني؟ راح يوديني للاي والاوتبوت زيرو. هسه انا ايش طلعت؟ طلعت الاوتبوت ريسبونس لهذه الدائرة حسب الانبوت اللي هو مطيني اياه. هذا الانبوت هو مطيني اياه وقايل لي ابدي بالانيشال من الاي. واضح؟ هسه انا اعتقد هنا أنا واضح انه احنا ايش عندنا بالستيت دايجرام؟ عندنا الستيت دايجرام والستيت تيبل والريسبونس اوتبوت. شلون نطلعه؟ الاوتبوت ريسبونس شلون نطلعه؟ نطلعه بالاعتماد على اليمن، بالاعتماد على الانبوت اللي هو يمطيني اياه. واضح ولا؟ يعني هسه هنا اذا يكمل بعد راح يصير عندي هنا شنو؟ يصير عندي اي، وايضا اكمل حسب الاوتبوت اللي هو ينطيني اياه. بابا احنا بس اريد اوضح حاله هنا، احنا هنا عندنا حاله الانتقال من هذا بي على مود يوصل للاي نسميه حاله ستيبل. اما هاي الحاله اللي بيناتهم نسميها ترانزيشن، حاله الانتقاليه تكون حاله ان ستيبل. واضح ولا؟ يعني اني مثلا هذا البي اجاني زيرو، فراح يبقى بالبي، بس شو وقت يبقى بالبي؟ من يجي الكلوك يلا، يعني هو الاكس تغير ولكن قيمه تغيير اكس ما تحصل تغيير بالستيت الى ان يجيني الكلوك. واضح؟ فمعطو الاوتبوت ممكن يتغير بس حاله الستيت من بي الى اي ما ينتقل وما يوصل للاي الا الكلوك يتغير. هاي تخلوها ببالكم، اذا كان بوزيتيف بالبوزيتيف كلوك، اذا نيجاتيف بالنيجاتيف كلوك. واضح؟ هنا احنا نعتمد على يمين على الكلوك. يعني هسه انا هذا عندي الستيت وعندي هذا الانبوت، انا شفت هذا الريسبونس، ولكن كتايمينج دايجرام راح ارسمه قدامكم ونشوف ايش راح يصير بالتايمينج دايجرام. بالتايمينج دايجرام راح نشوف احنا ايش عندنا. عندنا بالبدايه صفر والستيت اي، فراح نشوف انه صفر والستيت اي، صفر والستيت اي، هذا مضبوط. ولكن وين راح يروح؟ راح يروح لمن ينتقل؟ للستيت بي. يعني راح ينتقل وين يروح؟ يروح للستيت بي. زين الاوتبوت شلون راح يتصرف بهاي الحاله؟ راح نشوف ان الاوتبوت هو راح يكون قيمته واحد الزد، قيمته واحد واحد. بس هنا عندنا من يكون الاكس صفر، الاكس صفر ايش راح يساوي لي هنا؟ هنا مثل ما قلنا انه من يكون الصفر راح يوديني للاي والاوتبوت واحد والترانزيشن تكون بي. واضح ولا؟ هسه احنا انتقلنا وين؟ انتقلنا للبي، فاحنا صرنا هسه بالبي. هسه انا بالبي وعندي الاكس صفر، الاكس صفر. زين بالبي والاكس صفر ايش راح يصير اذا اجري جاي؟ بالبي والاكس صفر راح يبقى بالبي والاوت والصفر، ولكن هو ما راح يتغير اللي يروح للبي، راح تبقى عمليه يسموها انستيبل، بس الاوتبوت راح ينقلب، الاوتبوت ينقلب. ليش ينقلب الاوتبوت؟ لان الاكس صفر واني بالبي، فالاكس صفر واني بالبي راح اشوف هنا راح يصير عندي عمليه تغير بالاوتبوت، مع رغم انه انا باقي بنفس الستيت. وهنا الاكس واحد، من اجل هنا اذا انا بالبي
والاكس واحد وين؟ يوديني للاي، بس انا بعد ما يروح للاي، بس الاوتبوت مالته شنو؟ اتغير، لان عمليه انتقاليه، عمليه انستيبل. ايش وقت يروح للاي؟ يروح للاي من يصير الكلوك نيجاتيف، لان انا جاي اشتغل هنا بالنيجاتيف كلوك، فاشوفه هنا راح يرجع النوب يصير واحد، وايضا يبقى بالبي الى ان يوصل للكلوك. هنا من جاني الكلوك، الكلوك راح ينقلني من البي وين يوديني؟ يوديني للاي. هسه انا صرت وين؟ صرت بالاي. من صرت بالاي ايش راح يصير عندي هسه بالاي؟ اجي اشوف بالاي بالاي والاوتبوت واحد، بالاي والاوتبوت واحد، راح يطلع لي الاوتبوت زيرو. بالاي راح يصير الاوتبوت كله زيرو، فهنا راح يصير الاوتبوت كله زيرو، ومن اوصل لي جاي راح ينقلني وين؟ ينقلني للسي، راح يوديني للسي. راح اروح وين؟ بعد للسي. زين، بالسي وعندي واحد، بالسي وعندي واحد، حيبقى بالسي والاوتبوت شنو؟ الاوتبوت زيرو. الاي عفوا نقلني للسي. هسه انا صرت بالسي. بالسي، نعم بالسي، والانبوت واحد، راح يبقى الاوتبوت زيرو. الانبوت زيرو، الاوتبوت ايضا زيرو، فبقى كله زيرو. وصلت لي جاي هنا أنا لين الانبوت زيرو، وهاي نقطة التحول الكلوك، راح وين يوديني؟ يرجعني للاي. رجعني وين؟ للاي. هسه انا صرت بالاي. بالاي الانبوت مالته شنو؟ زيرو. زين بالاي والانبوت زيرو، اذا اباوع هنا أنا بالاي والانبوت زيرو، الاوتبوت شو يصير؟ يصير واحد. فراح يصير هنا واحد. بس يبقى بالاي، لان ما ممكن ان ينتقل للبي الا يجيني الكلوك. وراها اجاني واحد. من اجاني واحد صار الاوتبوت شنو؟ الاوتبوت زيرو، فرجع هنا صار زيرو. إيه هنا انا هسه انا بالاي والانبوت زيرو، عفوا الانبوت واحد، انا بالاي والانبوت واحد. اذا انا بالاي والانبوت واحد، الانبوت واحد وين راح ينقلني؟ ينقلني للسي، فرجع عندي صار عندي هنا سي. اجيت بالسي، بالسي اول ما دخلت عندي الانبوت واحد، فالاوتبوت زيرو يبقى زيرو. وراها صار الانبوت زيرو، يبقى الاوتبوت زيرو، فبقى الاوتبوت زيرو الى ان اجري لي كلوك، النيجاتيف كلوك راح ينقلني للاي، فانتقل هنا، العفو هنا راح انتقل وين؟ هذا ما نحتاجه، راح انتقل فقط للاي. راح انتقل فقط للاي، وايضا اذا الانبوت كان شو اسمه فهذه وياه. فطلعنا اي بي اي سي اي سي. اذا نجري جاي نشوف نفس اي نطابق ويا الستيت، راح نشوف اي بي اي سي اي سي اي. اذا هذا هو نفس النيكست ستيت طلع عندي، ولكن هنا الاوتبوت اذا تشوفونه عباره عن واحد يقرا واحد زيرو 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 زيرو، هذا بعده. فبس انا شو صار عندي؟ صار عندي هنا حالتين اذا تشوفوهن. تشوفون هنا عندي حالتين. هاي الحالة اللي انتقل للزيرو ورجع للواحد، وهاي الحالة اللي راح للواحد ورجع وين؟ للزيرو. ذن الحالتين هنا انستيبل، ذن التأثير من تأثير الانبوت تغير والاوتبوت والستيت ما تغيرت. ليش؟ لان احنا ما وصلنا للنيجاتيف كلوك، هذه ما اعتمد على اليمن على النيجاتيف كلوك. يعني الاكس من يتغير راح يتغير يا الزت، بس الستيت مو شرط تتغير. الستيت شو وقت تتغير؟ تتغير من يجيني النيجاتيف كلوك، او اذا كنت اشتغل بالبوزيتيف كلوك من يجيني البوزيتيف كلوك. واضح؟ الستيت تتغير ويا الكلوك، اما الاوتبوت يتغير بتغير الاكس. هذا شو يسمونه؟ يسمونه ميلي موديل تايمينج دايجرام.